السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحيا الله الأحبة. هذه رسالة إلى صهاينة العرب تحديدا، اللي أزعجونا بوسائل التواصل الاجتماعي، يسخرون من الفلسطينيين ويسخرون من عمليتهم ويتطنزون على الناس اللي دافعون عن فلسطين، وروحوا هناك لو فيكم خير، وإيش سويتوا وشنو الفائدة من اللي قاعد تسوونه، وردة فعل إسرائيل راح تكون كبيرة، وهالكلام وهالاسطوانة اللي ما أخذ خيرها. إلى هؤلاء النشاز أقول: هل تظن أن ما قامت به المقاومة في فلسطين والمجاهدين هناك من عملية ومن أسر وقتل وإسقاط لهيبة أعظم جيش في العالم أو من أعظم جيوش العالم، هل تظن أنه أمر ما هو مخطط له؟ وهل تظن أنهم محاسبين لردة الفعل؟ أنت نفسك لو تبي تروح مطعم بالديوانية تخطط أنت وربعك شنو تاكل كذا، تروح مطعم تاكل، تظن أن عملية بهالحجم هذه ما هي مخطط لها؟ وهل تظن أن الفلسطينيين أغبياء مغفلين مو عارفين ردة الفعل؟ ترى الأمر ما هو موضوع شو إعلامي وتطلع وتفرد عضلاتك وتحب المعارضة دائما، الموضوع يمس عقيدتك يمس دينك، ما يجوز لك ولا يحق لك أنك تقف في صف الباطل وفي صف الظالم. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، لا توقف مع الظالمين، فما بالك ظالمين وفاجرين وكفار ومستحلين أرضك. ثم أن الفلسطين مستحلة من 70 سنة، وهم قتلوا وتشريد وتجويع وحصار وكل أنواع الاضطهاد سواه بالفلسطينيين، ما طلعت مرة تتكلم، ما تشوف القتل اللي كل يوم نشوفه، الأطفال والنساء ما تشوفه، وركلهم في الشوارع، ركل النساء وتل شعورهم ونزل حجاباتهم ما تشوفه. ولما انتفضوا وصارت عندك غير. وفي قسم ثاني يا أحبه، إذا توحدت الأمة واجتمعت كلمتها وشعرت بشيء من النصر وشيء من العزة وشيء من التمكين، خرجوا باسم الدين، وعادي تجدهم ترى بلحة وتجدهم بدون عقل، ويتكلموا لك بقال الله وقال الرسول، والشيخ الفلاني قبل 30 سنة قال الفتوى الفلانية، وكل ذلك لصد الناس بس عن هذه العزة وهذا التمكين. والله سبحانه وتعالى ما خلاهم، ذكرهم في القرآن: والذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. من أيام النبي صلى الله عليه وسلم كل ما راح معركة وصار في قتل قالوا لو سمعوا كلامنا وما راحوا للمعركة كان ما صار اللي صار، لو حنا قلنا لكم هذيلي مدعومين من الدول الفلانية وهذيلي فيهم وهذيلي يتبعون أحزاب وهذيلي دائما وظيفتهم يخذلون الناس. وهؤلاء يا أحبة منهزمين، ولا عندهم عزة ولا عندهم كرامة، وعايشين في ذل، ودائما يغطون هذا النقص اللي عندهم باسم الدين وباسم الشريعة، والدين والشريعة منهم براء والله.